مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نصل في هذا اليوم إلى آخر مرحلة الصغار سن الجذاع ومسافة 4 كيلومترات، حيث تتواصل منافسات هذا السباق المحلي الثاني بقوته بشراسة أشواطه. أهنئ جميع الفائزين في الأيام الماضية، كما نتمنى التوفيق والخير لكل المشاركين في أشواط هذا اليوم، أشواط هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، ما يسمى بالأشواط المفتوحة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. هذا هو الشوط الأول الرئيسي يستعد للانطلاقة في هذا اليوم الخميس 23 من شهر سبتمبر لعام 2021، الموافق 16 من شهر صفر لعام 1443 للهجرة. مشاهدينا الكرام، يستعد الشوط الأول الرئيسي مع إشراقة شمس هذا اليوم. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين، ونتمنى للسادة المتابعين عبر شاشات التلفزة وعبر هذا النقل الحي والمباشر الاستمتاع بما يشاهدونه من منافسات في صباح هذا اليوم. مسافات أشواطنا في هذا اليوم عبارة عن 4 كيلومترات. هذا هو أول الأشواط، يستعد مشاهدينا الأعزاء حيث ينطلق في هذه اللحظات هذا الشوط الأول الرئيسي بمشاركة الهدة، مشاركة عسيلة، وكذلك الطيارة، أشواق وميضاح، هيبة والعزوم، تقريدة وبروق، الجساسية والدوحة، جمرة ومواري، صفا وأمطاقة ووزن، 21 جذعة حاضرة، 21 بكرة متواجدة في شوط الجذاع الرئيسي. حضرت شعارات هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ في ثاني مشاركة استعدادية قبل المهرجانات الكبرى مع بداية هذا الموسم. نتمنى التوفيق للجميع. نتجه ونستأذن من السادة الكرام للتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة الأولى. مقدمة الشوط هيبة على المركز الأول من هجن المرقاب بقيادة حمد بن علي بن حلفان، بينما المركز الثاني تقدمت الهدة لهجن أم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهرة. حصل دخول أو عسيلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الأحمد الثاني المضمر عبد الله بن محمد بن لويه الجحافي اللي كانت على المركز الثاني، بينما حصل دخول على مقدمة الشوط أشواق مع الكيلو متر الأول. تتسلل أشواق لهجن أم الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير، بينما المركز الثاني وصلت ميضاح من هجن أم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهرة، بينما دور المركز الثالث عسيلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الأحمد الثاني، يضمن عسيلة عبد الله بن محمد بن لويه الجحافي. هذه الثلاثة المراكز الأولى، بينما المركز الرابع وصلت وتقدمت الهدة. مرحبا بالهدة، مرحبا بالهدة لهجن إنتاج أم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهرة، يقدم الهدة صاحبة سيارات في الموسم الماضي ومنافسات مشرفة في أشواط الرموز. ننتقل للمركز الخامس، تقدمت هيبة لهجن المرقاب مع حمد بن علي بن حلفان مع المضمر المبدع هيبة. العودة إلى مقدمة الشوط، ومن غيرت من الجانب الآخر، تسحب البساط من تحت أخف الأصايل في هذا الشوط. عسيلة غيرت عسيلة، تسللت على الكادر الفوقاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الأحمد الثاني بهذا الشعار المميز، بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الأحمد الثاني. داعم هذا الشعار بالمشترى وبالإنتاج المميز، تسيطر عسيلة على المركز الأول على الهواء مباشرة على رئيسي الجذاع،
يا عبد الله بن محمد بالويهي الجحافي التركيز مطلوب، انتاج ام الزبار خطير للغايه، خطير في هذا الشوط الرئيسي، هجوم لانتاج ام الزبار على المركزين الثاني والثالث والرابع ايضا لهجن ام الزبار ويمكن الخامس. عموما حصل تغيير على مقدمه الشوط، ميضاح تسللت ميضاح على حساب الجميع، تقدمت لهجن ام الزبار مع حمد بن سالم زاره يتابع ميضاح في هذا الشوط الرئيسي. يا بن زاهرة الهدى موجودة في الشوط خلف ميضاح وخلف هذه الأعداد المتقدمة وخلف هذه الثلاثة أسماء، أرى بالعين المجردة الهدى اللي من هدى على المركز الرابع، بينما ما زالت ميضاح على مقدمة الشوط. بن زاهرة يسيطر على المركز الأول والمركز الرابع، بينما المركز الثاني وصلت عسيلة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد احمد الثاني. عبد الله بن محمد بالويه الجحافي في التضمير، وارحبا بالهده يا ابو سالم، مرحبا بالهده اللي انهدت في هذه اللحظات على المركز الثالث، تبغي المركز الاول، تبغي الناموس، ولكن ارى هجن الشحانيه تصل في هذه اللحظات وهجن المرقاب يصلون، تصل المؤسسات العملاقه، مؤسسه هجن ام الزبار ومؤسسه الشحانيه ومؤسسه المرقاب لمن ناموس. اول الواصلات وزن لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران على المركز الرابع في هذه اللحظات، حصل دخول وتسلل لهجن المرقاب، تغيرت هيبة من هجن المرقاب مع حمد بن علي بن حلفان المضمن المبدع، ولكن مع 800 متر الاخيرة هجن ام الزبار مع المضمن الزعيم بن زاهرة في عملية التضمير. الله الهدى 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 وميضاح ميضاح والهدة، هجن ام الزبار تسيطر على رئيسي الجذاع، انطلقت الهدة انطلقت الهدة طارت الهدة طارت الهدة، اجذعت قد هي تشوش الريح الزعفران باقي نذره من العام في عذنونها يا بن زاهرة، تعودت على النواميس والعصف الابطال. رحبت بالهدة عندما شاهدتها في المركز الخامس، عندما لاحت عيني على الهدة علمت بانها المرشحة الاقوى نظرا لمستواها في سن لقاية انتاج ام الزبار، وهي من الانتاج الفاخر الانتاج المميز، محمية انتاج ام الزبار تسيطر على المركزين الاول والثاني في الشوط الرئيسي بقيادة الزعيم حمد بن سالم بن زاهرة. سلام يا بن زاهرة، سلام سلام يا هجن انتاج ام الزبار، سلام سلام يا الهدى، سلام بدون اي اوامر بدون اي تعليمات، ثقة الكبار تقود الهدى بقيادة بن زاهرة في هذا الشوط. سلام يا ام الزبار، سلام سلام يا محمية ايضا المحمية الرائدة ومحمية الفائز، سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لفوز الهدى بالشوط الرئيسي، وكذلك فوز ميضاح بالمركز الثاني لهجن ام الزبار مع حمد بن سالم بن زاهر المركز الثالث. المركز الثالث وصلت مواري لهجن ام الزبار مع جابر بن علي النجم المركز الرابع. المركز الرابع هيبة لهجن المرقاب مع حمد بن علي بن حلفان المركز الخامس. المركز الخامس اشواق لهجن ام الزبار مع مبارك بن محمد بن صرير. اذا محمية ام الزبار تسيطر على المركزين او الثلاثة المراكز الاولى في هذا الشوط الرئيسي لهجن اصحاب السمو والسعادة الشيوخ. سلموني على محمية ام الزبار وعلى انتاجها المميز وعلى ندرة الفحول ونخبة الفحول في انتاج ام الزبار، على رأسها الفائز هو قائد ايضا كوكبة انتاج ام الزبار واخوانه وكرار وغيرها يا ابو حمد من الاسماء المميزة. سلام يا انتاج ام الزبار، سلام. قطعت المسافة الهدة في 6 دقائق 12 ثانية 69 جزء من الثانية، التهاني والناموس
لهجن أم الزبار ولجماهيرها ولحمد بن سالم بن زهرة. المركز الثاني وصلت ميضاح 6:14، 35 جزء من الثانية ميضاح يا من مهدت الطريق طريق الهدى اليوم لتسلمها أيضا راية الناموس. تهانينا أيضا لهجن أم الزبار ولحمد بن سالم بن زهرة. المركز الثالث اللي فاجأتنا على خط النهاية أيضا لهجن أم الزبار، اسمها مواري، قطعت المسافة في 6:16، 43 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن أم الزبار وللمضمر النجم المضمر